السلام عليكم شباب، رجعنا لكم بفيديو جديد. هالمرة عندنا هذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز بمثابة كمبيوتر اول ان وان، يستخدم بالماركتات من اجل الحساب وقص الفاتورات وعمل الحساب للزبائن. طبعا هو بالمحصلة هو عبارة عن كمبيوتر. اجانا هذا الجهاز، حالته كالتالي. خلينا نربطه بالكهرباء واشوفكم حالته. طبعا زر الباور صاير بهذه المنطقة، لما ندوس زر الباور الضوء يشتغل، صوت الفان يظهر، انتبه على الباور، الجهاز يحاول يقلع، مثل ما تشوفون الجهاز شغال، في صوت مراوح يجي وهذا، لكن صورة على الشاشة ماكو. مرات يشتغل والضوء هذا ينطفي كأنما يعمل ريستارت ويفتح مرة أخرى، لكن أيضا بدون صورة على الشاشة. فخلي نفتح الجهاز ونشوف شنو ممكن يكون سبب هاي المشكلة، فخليكم ويانا. مثل ما تشوفون شباب، عبارة عن حاسب، هذا المعالج، هذا الرام، هذا الهارد، عبارة عن SSD. مثل ما تشوفون يعني المذر بورد هي أنا مبين عندكم مثل ما تشوفون. فخلينا نشوف شنو مشكلة هذا الجهاز. بعد ما فككناه خلي نربط الشاحن مرة أخرى. شغلت الجهاز، الفان تشتغل مثل ما تشوفون، ايضا ماكو اي صورة على الشاشة. خلي اول شي نعمله ننظف الرام، وخلي نطفي الجهاز. جبنا الثنر وجبنا فرشات وجبنا لينكس، هذا الرام انتزعناه. نجي نحاول مرة أخرى نشغل الجهاز. بعد تنظيف الرام أيضا ماكو صورة شباب. مع الرام اللي عليه دي R3 لو فولتاج 4 جيجا. زين خلينا نصفر البايز. هنا بطارية البايز مثل ما تشوفون بهذه المنطقة، هاي بطارية البايز، خلينا ننتزعها. زعنا بطارية البايز مثل ما تشوفون، تظهر ثواني ونلامس أقطاب البطارية مال السيموس. رجع البطارية محلها.
بعد ان صفرنا البويز خلينا نجرب مرة اخرى. بسم الله. شغلنا الجهاز اشتغل. طفى الجهاز من حاله ورجع اشتغل مرة ثانية، دلالة على انه البويز اتصفر صحيح وطلع صوت واشتغل مثل ما تشوفون. المشكلة كانت عندنا فريز بالبايوز. حاليا الجهاز اشتغل وفتح عندنا نافذة او لائحة البايوز، وهاي المعلومات مال الجهاز امامكم. مثل ما شفتوا هذا كل شيء اللي حبيت اوضحه بفيديو اليوم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اذا عجبكم الفيديو تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان وياكم سيف قدامي من قناة قدامي تيك. في امان الله شباب.